رجعنا نتواصل معاكم من بعد تغرير الفنتق العجيب هذا اللي كان يتعلق بالآيباد والآيفون والأمور الإلكترونيكس الحلوة هذه. راح ننتقل معاكم إلى تقرير الرود تريب. عودناكم إحنا كل أسبوع ننتقل معاكم إلى مكان معين، سواء كان مطعم، معلم تاريخي، متحف أو أي شيء من المواضيع اللي تثري، خلونا نقول الناحية الاجتماعية، الناحية الثقافية، حتى ناحية الغذاء بالنسبة لنا. لكن هالأسبوع راح ناخذكم، يمكن شفتونا قبل سنة ونص برود تريب، كنا رايحين محل اسمه ليتس بوب كورن اللي كان متخصص في بيع البوب كورن. هالسنة هذه سووا احتفالية لمرور عام على افتتاح أول فرع لهم وأول محل لهم، فتم دعوتنا كلنا وتم تكريم البرنامج واستلم الدرع أخونا حبيب قلبنا المعد أحمد خورشد. خلونا ننتقل حق تقرير الرود تريب هذا ونرجع نتواصل معاكم. هشام شايك قبل ما نروح الرود تريب نسالف شوي مع الكاميرا. أوكي ممكن؟ أنا بس دبانة داش علينا بالستديو من شام ما أدري. إنزين أنا عندي مشاركات وايد من أول ما أعلننا عن موضوع الحلقة، وكان عندي وايد مشاركات. المشاركة الأولى من هنادي هنادي البوشي، نوجه لك تحية حيل كبيرة على المشاركة، تقول عهود تهب اليوم. أنا بالنسبة حق موضوع الحلقة أحب أنوع كتبي ومواضيعها وأجدد مكتبتي دائما، وشكرا. شكرا لك هنادي، وشكرا على المتابعة، وشكرا على استمرار دائما في المشاركة ويانا في كافيه شبابي. هاشم يلا ننتقل معاكم الى تقرير ليتس بوب كورن. انا ما ادري والله، قالوا انه يعني ما راح يقرون المشاركات، بيقرون هذا السيجمنت اللي جاي، بس الحين قراها. عموما مون عليكم، فمو مشكله ننتقل حق تقرير ليتس بوب كورن، نرجع نتواصل معاكم مره ثانيه بكافيه شبابي. اليوم في الرود تريب من كافيه شبابي عشان ناخذكم ويانا في جوله حلوه ومميزه، وخصوصا بعد انطلاق سنه على افتتاح ليتس بوب كورن. اليوم ليتس بوب كورن يدعونا انا وعهود عشان ناخذكم ويانا في جوله حلوه ومميزه في ليتس بوب كورن. ليتس بوب كورن عندهم وايد مفاجات، وايد احداث حلوه راح تتابعونا معانا بهالايفنت. خلكم ويانا وتابعونا وشوفوا هالايفنت الحلو اللي راح يقدمه عبد الرحمن بعد شوي. شاد حيلي شاد حيلي وان شاء الله مستعد. خلينا نروح نبدي الرود تريب جميعا ونعلن المفاجات حق كل اللي يتابعونا. أولى مفاجآتنا اليوم حقكم في الرود تريب أن نرحب بمدير عام ليتس بوب كورن فادي فعوري. أهلا مرحبا فيك ويانا. يا هلا أخوي عبد الرحمن، شرفتونا وشرفت السجادة الحمراء اللي فارشينا اليوم حق كل زباين وعملاء وأصدقاء ليتس بوب كورن. حبيبي احنا اليوم من خلال شاشة تلفزيون الكويت سعيدين بوجودنا وياكم في هذه الاحتفالية الحلوة والمميزة بمناسبة مرور سنة على افتتاح ليتس بوب كورن، واحنا كان لنا شرف في كافيه شباب أن نكون أول من غطى المحل وفعاليات هذا المحل. في البداية نبي نتكلم عن المفاجآت اللي أنتم محضرينها لكل الكاستمرز والعملاء الخاصين فيكم. هذا صحيح اخوي عبد الرحمن، رحب فيكم مره ثانيه في ليتس بوب كورن. بعد مرور سنه انت كنتوا اول من دخل محلنا، الحمد لله وتباركنا بوجودكم. بعد مرور سنه احب اليوم ان شاء الله ابشر كل اصدقاء ليتس بوب كورن واللي هم بعمال ليتس بوب كورن، عندنا خمس مفاجآت. لاول مره راح نطلق خمس نكهات مره واحده، والنكهات راح تعتبر حصريه على مستوى العالم. ان شاء الله بيكون عندنا مفاجأة اطلاق برنامج ولاء للعملاء او اللويالتي بروجرام مال العملاء. عندنا ان شاء الله مفاجأة ثانيه اليوم، راح نعلن ان ليتس بوب كورن تقريبا في المراحل النهائيه للانتهاء بالمحادثات مع رجل اعمال كويتي وشركه كويتيه كبرى لشراء حصه من ليتس بوب كورن والاستثمار فيها للوصول العالميه باسم نوفيش الكويت ان شاء الله. واو، على كل حال اكيد احنا نتمنى لكم توفيق. ثانك يو اند بيج سبيشال ثانكس حقكم لدعمكم لكافيه شبابي. ثانك يو. شكرا اخوي، شكرا، يعطيك العافيه. والحين معنا السيد عبد الرحمن الشهاب مدير التسويق. يا هلا مرحبا فيك. مرحبا فيكم، حياكم الله. مرور اول سنه مع انفتاح ليتس بوب كورن. وهذه أول سنة وعدت الحمد لله على خير وبنجاح حافل. كلمنا شنو مخططاتكم كإدارة تسويق حق السنة الثانية والثالثة والعاشرة؟ شنو المفاجآت والأشياء الحلوة اللي مجهزين لنا إياها وخططكم المستقبلية بالنسبة حق هالمشروع؟ أنا ودي أتكلم عن المفاجآت اليوم راح نعلن عنها. مشروعات مستقبلية تبون شيء حصري. إحنا طبعاً إحنا راح تشوفون بالفيديو إن شاء الله ويانا، حاطين هدف إنه نوصل للعالمية. أول مرحلة وصلنا العالمية هني صارت داخل الكويت، صار عندنا شراكة مع شركة عالمية، منها إن شاء الله نطلق حق منطقة الخليج الشرق الأوسط والعالمية إن شاء الله، واللي راح يحضرون راح يشوف فيه مفاجآت إن شاء الله وايد حلوة إن شاء الله. شكرا على الدعوة، الله يعطيك ألف عافية. مشكورين على المقابلة، حياكم الله. Sky,
رم يوسف بسألك عن شغلة، أنت بما أنك اشتريتي لتس بوب كورن من ساعة قبل شوي كنا قاعدين نشوف احتفالية لتس بوب كورن، كانت لكم مشاركة من نوع آخر عن طريق مزاد، كلمينا عن هالمشاركة هذه، يعني في احتفالية وسويتوا مزاد واستفدتوا من المزاد هذا. طبعا عرض علي الأستاذ عبد الرحمن شهاب أن في السنة مرور سنة كاملة من Let's Popcorn أنهم بيسوون تقيير في عملية الحفل اللي راح يجرونه، أنه بدال يكون في حفلات ترفيهية يبوننا نعرض الأعمال التطوعية اللي قامت فيها الحملة في احتفالهم، وفي نهاية العرض أنهم راح يسوون مزاد على صينيتين من منتجاتهم البوب كورن، والريحة راح يكون حق حملة ارسم البسمة. أنا تفاجأت أن الصينية الأولى انباعت بمبلغ 2000 والصينية الثانية انباعت بمبلغ 1000. العكس، الألف والألفين كنت متواجد معنا عبد الرحمن، فهذا ما يدل إلا أن الشعب الكويتي سخي وكريم بأي عمل خيري. حتى البيت الصليبية اللي أنا قاعدة أرممه صار لي أسبوعين أو أكثر تنهال علي الاتصالات، حتى مشروع طالب العلم انهالت علي الاتصالات، في بعضهم أكون أنا خلاص خلصت من المشروع أو ما أقدر أقبل مساهمات. هذا ما يدل إلا أن الكويت كلنا إيد واحدة، صح، وكلنا في الخير، كلنا موجودين، صح، الله يثبتك. نعم. على الديره الجميله. هاشم، في وايد مشاركات، في وايد ناس يقولون ان حابينهم يتطوعون، ان شاء الله بعد الحلقه اكيد راح تقدرون انكم تتواصلون مع الاستاذه بيبي.